أهلا بكم في بيروت اليوم. ضيفي عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم جميل. أهلا فيك سعادة النائب. مرحبا. بداية وقفة مع أبرز ملفات بيروت اليوم. صيغة حق اللبنانيين في مقاومة إسرائيل ولكن في إطار مرجعية الدولة هي حتى الساعة صيغة البيان التي سيتم اعتماده، فهل هذه الصيغة أم غيرها تلغي مفعول الثلاثية؟ ما سر انفتاح حزب الكتائب اللبنانية على الحوار مع إيران؟ وهل المقصود بوابة الرئاسة الأولى؟ خلاف كتائبي، فإلى أين يتجه الحزب العريق؟ هل انتهى اصطفاف فريقي 8 و14 أذار؟ وهل قامت تحالفات جديدة في ضوء واقع جديد في لبنان والمنطقة؟ قبل ما نبلش الحوار تعزينا لعوائل الشهداء الذين سقطوا بالأمس من الجيش اللبناني وكل الشهداء الذين يسقطوا. أكيد يعني بارح الضربة كانت ضربة كتير قاسية للجيش اللبناني، لأن يمكن لأول مرة هالقد بيكون الاستهداف مباشر بانتحاري مباشر على الحاجز، وهذا شيء بيفتح بواب عديدة للمستقبل ويقظة أكثر من الجيش. ومنوجه أكيد كل تعزينا لكل أسرة الجيش وخاصة عيال الشهداء اللي سقطوا. هل برأيك سعادة النائب كان الجيش اللبناني بالأمس مستهدف، أو لأنه انزرك الانتحاري كما وصف البعض أنه لما الضابط طلب منه أنه ينزل السيارة ليفتشوا السيارة فجر نفسه، يعني هل كان المقصود حاجز الجيش أو كان بده يعبر الحاجز؟ صراحة ما بعرف يعني تمام نكذب، بس الفكرة أنه الاستهداف بحد ذاته للحاجز بهالطريقة هو خطر جدا. يعني اليوم بيفتح هذا الباب انه اي حاجز بكره او اي عنصر على حاجز يعطي الهم انه اذا سياره مفخخه جايه او انتحاري جايه يكون هو مستهدف كمان، فهيدي رح تخلق ارباك كثير كبير بالمستقبل عند العسكريين وعند الجنود، وهذا امر مرفوض كليا. وهذا الشيء مرتبط بأمر أكبر وأوسع اللي هو الأمن على صعيد كل البلد. يعني وفي يعني غياب الدولة اليوم بهذا الإطار عم بتودي لهالفلتين الأمن الكامل وعدم ضبط الحدود وعدم ضبط كل الأجواء الأمنية بالبلد عم بتؤدي لهذا الأمر. شو يعني اعطيني بعض العناصر اللي بتخلي الأمن نوعا ما مستتب، ما رح يصير 100% مستتب، بس شو اللي ممكن ينعمل ليصير فيه أمن؟ أول شيء يكون في دولة قائمة يلي هي اليوم منا موجودة، يكون في حتى مع الرئاسات الثلاثة والمؤسسات ما نضحك حالنا، ما في شيء قائم اليوم بهالبلد. ليش يعني؟ لأنه اليوم أوكي منشكل حكومة ولكن هالحكومة ما بتفعل، منشكل حكومة وهي الحكومة منا قادرة تستلم، مجلس نواب مسكر، قيادة الجيش بنخلق له أو الجيش كله سوا بنخلق له رديف، ما حدا بيقول وينكم، ما حدا يعني ما في محاسبة، ما في مؤسسات، المنظومة الدولة كلها انهارت. هلا بنرجع على الأسباب، ولكن المهم اليوم انه يكون في قرار حقيقي بناء دولة، تكون في تنوجد الدولة ويكون في قرار سياسي حقيقي بحل كل هالمشكلة. اليوم ما في قرار بحل هالمشكلة، والقرار بحل المشكلة بيتضمن وجود حزب الله بسوريا، بيتضمن وضع سلاح حزب الله في الداخل، بيتضمن وضع السلاح الفلسطيني، بيتضمن وضع الإرهابيين يلي معروف تماما، بيتضمن حسم موضوع طرابلس بين جبل محسن وباب التباني، وبكل مثل المؤتمرات الصحفية اللي شفناها امبارح، وحل كل هالمشاكل هيدي بطريقة جذرية، ولكن القرار السياسي للأسف منه موجود. لما وصلنا لاستهداف الجيش اللبناني، طبعا من سنوات ماضية كان في استهداف للجيش اللبناني، ولكن اليوم هيك بطريقة الانتحاريين، يعني كان في رد مش مبارح ولكن من حزب الله انه وكأنه في تبرير للعمليات الإرهابية. هل بعدكم بتطالبوا الحزب بالخروج من سوريا والحزب يعني الجيش اللبناني صار عم يستهدف وكأنه الحزب صار معه نوع من الحق انه لازم يقاتل التكفيريين داخل الأراضي السورية؟ خليني انطلق من المبدأ قبل ما فوت بكل حادثة بحادثتها. بالمبدأ اليوم حزب الله لازم يخرج من سوريا،
بغض النظر إذا الانتحاريين يلي عم بفجروا حالهم بالضاحية الجنوبية أو بالبقاع عم بتكون العمليات ردة فعل على أعمال حزب الله بسوريا أم لا. بالمبدأ بغض النظر إذا هيدا الشيء كان عم بيصير أم لا، حزب الله لازم يخرج من سوريا. حزب الله إذا بدنا نعتبره لبناني ما إله يقوم بالأعمال اللي عم بيقوم فيها بسوريا. إذا اليوم عم بنفذ عملية أو عمليات لصالح إيران أو لصالح سوريا بالداخل السوري إلى جانب النظام السوري، ساعتها أنا ما بقدر أتعامل معه بالداخل اللبناني كأنه هو شريك معي إن كان بالحكومة أو بالمواطنية. كيف بتفسر لكان هالشراكة بالحكومة؟ يعني الحزب عم بقاتل بسوريا ومنه خجلان وبيقول عم بقاتل بسوريا، ومن بعد كتير تصريحات لـ 14 أدار أنه ما منشاركه غير ما يرجع لبنان شاركوا بالحكومة، وهلأ رح نجي على البيان الوزاري. يعني يبدو كمان في تنازل من بعد ما قالوا التمسك بإعلان بعبدة وحذف الثلاثية، يبدو أنه البيان لن يتضمن إعلان بعبدة. صار في كتير تنازلات مظبوط من قبل 14 أدار، بس عم بيعملوه كشريك، يعني بعكس ما حضرتك عم بتقول. للأسف نسينا أنه مات محمد شطح ومين قتله، ونسينا انه مات جبران تويني، ونسينا انه مات بيير جميل، ونسينا انه مات انطوان غانم، نسينا انه مات رفيق الحريري ووسام الحسن، نسيناهم كلهم للاسف. لانه انا بنظري اليوم قتلوا بكل تجرد، قتلوا محمد شطح، وبكره مستعدين يقتلوا اي واحد اخر، بس لا يعني ونحن مستعدين كمان من تاني ميل انه نتنازل ولمصلحة الوطن ولانه المحبة وام الصبي والى ما هنالك. هيدا الشيء ما بقى لنا حق، ولا بحق شهدائنا ولا بحق المواطنين ولا بحق شعب 14 أذار، ما بقى لنا حق نتنازل كيف ما كان لمين ما كان. يعني أنت هون ضد المشاركة بالحكومة، ضد اللي قام فيه الرئيس سعد الحريري، وتقف نوعا ما إلى جانب القوات اللبنانية. لا مش إلى جانب القوات اللبنانية، معلي أنا ضد المشاركة. إيه أنا كنت ضد المشاركة. اليوم وصلنا على حكومة أوكي، كل المواطنين بهمهم حكومة، ونحن كان بدنا حكومة من أول نهار. وبدنا يكون في حكومة قائمة وفاعلة تقدر ترجع تشغل البلد، إن كان على صعيد الاقتصادي الاجتماعي والإنمائي أو إن كان كمان على صعيد الأمني. بس من محل معين أنا الانتقاد الكبير اللي عندي هي طريقة التفاوضات كلها يلي صارت والتنازلات كلها يلي صارت بآخر أسبوعين ثلاثة. هيدي الطريقة يلي وصلنا لها. شو يعني التفاوض مع العماد عون بين حريري عون؟ لا مش بس هلا، هيدا شغلة تانية ما بنعرف إذا صار أو ما صار، يعني بالآخر صارت. ايه. بس إنه صار كان صلنا شهرين عم نتحذر، صارت ما صارت، محل في ناس بينفوا. هلا برجع بسألك عنها رأيك فيه، لكن المفاوضات اللي صارت أنا بنظري كان لازم تتم على ثلاث أصعدة. كان لازم تتم على شكل الحكومة، شيء اللي صار واللي انبسطنا فيه انه تمت بهيدي الطريقه يعني بطريقه منيحه بالنهايه. يعني الحكومه اللي وصلنا لها فينا نعتبر انه بالشكل، بغض النظر عن المشاركه مع حزب الله ام لا، بالشكل هي حكومه مقبوله افضل الممكن. ولكن الافضل كان انه ما نوصل الى حكومه مع حزب الله، نوصل الى حكومه مش رح سميها امر واقع ولا رح سميها تكنوكرات، ولكن حكومه حياديه، حكومه تقدر فعلا تمرق المرحله مثل ما حكومه المئاتي بال2005 مرقت مرحله معينه، كان فيها هالحكومه تمرق مرحله لنوصل لانتخاب رئيس جمهوريه. ولكن اليوم يلي وصلنا له كل التفاوض يلي صار ما شمل ولا البيان الوزاري، يعني اليوم عم نرجع نوقع بمشكل اساسي لانه كان في نقطتين اساسيتين ما انتخذوا بعين الاعتبار، وكنا وقت سألنا أسئلة عليهم وما جاوبنا بصراحة عليهم، وبرضو مشينا بالحكومة اللي هي الثلاثية وأعلينا بعبدة، وبعد لهلأ رح يكون في نقاش طويل عليه. والنقطة الثانية والأهم بنظري هي رئاسة الجمهورية. اليوم قادرين تتفقوا على حكومة كتير منيح، طب ليش ما اتفقتوا بفرد مرة على رئاسة الجمهورية وعلى حصول الانتخابات؟ رح تقولي لي يمكن اتفقوا، انا بقول لك ما اتفقوا، لانه اذا بحال اتفقوا يتفضل الرئيس بري ويدعي لجلسه انتخاب رئيس الجمهوريه ب 26 اذار. بس بما انه الاتفاق ما صار، اليوم هيدي الحكومه بما معناه او بالشكل يلي اعطونا اياه هي حكومه ستساهم
أو ستسهل الفراغ بالمستقبل. بلكي صاير الاتفاق وعفوا على التعبير يعني بلا استشارتكم او مارق المي عم تمرق بدون حدا يشعر يعني رئيس سعد الحريري عنده حركه معينه كمان عم بيقابل البطريرك الراعي وربما في تواصل اضافي مع العماد عون ويمكن عم يحكوا مش يمكن اكيد عم يحكوا بالاستحقاق الرئاسي يعني والنائب سامي الجميل اللي التقى يعني يمكن في نوع من اتفاق على انتخابات الرئاسه ما بعرف اذا في اتفاق ولكن انا اللي بعرفه يعني اللي ممكن أدره أو اللي ممكن أقول أنه من الطبيعي أنه يصير أنه قبل النقاش مع فريق آخر يعني بين سعد الحريري وفريق آخر بأي موضوع يتعلق بحكومة أو برئاسة الجمهورية خاصة من الضروري المشاورة مع الفرقاء الفريق الواحد يلي هن الكتائب والقوات انا هيدا ما بفتكر ابدا انه صار في تشاور بين الرئيس سعد الحريري والقوات والكتائب على وخاصه كمان مستقلين 14 اذار بنوع من تفاهم او من نوع من وصول الى مرشح موحد ضمن 14 اذار يعني راح اليوم سعد الحريري بلغوا للبترك الراعي انه راح يكون في مرشح واحد وبالمقابل ما صار في مشاوره داخل 14 اذار على هذا الصعيد هون بفتكر انه هيدا الاتجاه اللي عم تحكي عنه منه كتير مزبوط طب في تشاور على الأقل بين المسيحية يعني كمان نرجع من نعتذر على التعبير بس في تشاور بين الكتائب والقوات والمستقلين على الأقل ب 14 أذار يعني ليش ما بتاخدوا مبادرة كمسيحيين ل 14 أذار ما تنطروا الرئيس الحريري ربما لا يصير في تواصل معه هي مش بس في تقصير من الجانب المسيحي مش بس من ناحية التقصير تجاه سعد الحريري هو الموضوع كله خلينا نرجع بس شوي على الحكومة انه اليوم نحن مستعدين نعمل اتفاق بالشكل ونعمل اتفاق على اساس حكومة تجي طيب هاي الحكومة حياتها 100 يوم صار مارق منها 10 ايام يعني 10% من حياتها وبعد لهلا ما اتفقت على بيان وزاري وانا مثل ما شايف انه ما رح يقدروا يتفقوا على بيان وزاري ما زال رجعت اخذتني على البيان الوزاري يحكى انه في كان صيغه مولفة بس خليني اكمل لك اليوم هيدا الشيء اللي عم بيصير طيب كان فينا نستغني عن هالمناقشه اللي صايره وكنا اتفقنا على بيان وزاري من الاساس طيب بدكم تفاوضوا في صفقه ما تمت بين مين ومين ما بعرف في صفقه يعني كل العالم عم تقول انه في صفقه ما تمت ما حدا بيعرف وين وكيف وليش طيب صارت هالصفقه رح اعتبر انه صارت هالصفقه ما بتصير صفقه على مضمون الحكومه وعلى البيان الوزاري ما صار هيدا الشيء هيدا ببرهن انه بدنا نمرق الامور وبدنا نرقع بدون ما فعلا يكون في حل جذري بالداخل وبحل المشكلة الحقيقية بالجزم وبالمضمون حضرتك يعني عم تنتقد نوعا ما هذه الحكومة ومشاركة حزب الله يعني عم تقول أفضل من غير صيغ ولكن أسوأ من غير صيغ هذه الحكومة يعني كنت بتفضل حضرتك تكون حكومة حيادية تقطع المرحلة وشبهت أنه مثل حكومة رئيس ميقاتي بال 2005 ما حصلت صار في حكومة بمشاركة حزب الله من الثلاث ثمانات ما بنعرف إذا في ثلث معطل مبطن هل أنت مع مشاركة الكتائب اللبنانية في هذه الحكومة؟ يعني اليوم إذا كل الفرقاء اللي بدهم يشاركوا بهالحكومة إيه لازم القوات اللبنانية كتائب حضرتك كتائب مشاركين أنت مع يعني مغطي هالمشاركة ولا تعترض؟ يعني مش قصة بغطي أو بعترض منا العملية إنه بشكل أنا اليوم الموقف عن هالحكومة سيكون بناء على البيان الوزاري وحتى الكتائبيين حتى الكتائبيين ونواب الكتائب ورئيس الحزب قال عدة مرات أنه نحن تتوقف العملية عن بيان الوزارة ساعتها بيكون عنا موقف شو متوقعين من المشاركة نحن كنا بالأساس وأنا كنت مع هيدي الفكرة أنه وقتها طرحوا قصة 3-8 أنه يا أخي بدكم تحلوا مشكلة حلوها بس نحن ما لازم نفوت على الحكومة وما بدنا نفوت على الحكومة إذا ما عنا ضمانات تتعلق ب هلأ في ناس قالوا 5 كتير منيح الخمس شروط الأهم شرطين من هول الخمسة هن ثلاثية الشعب الجيش والمقاومة وأعلان بعبدا
ما اجينا ضمانات على هيدا الشيء، برضو فتنا قلنا نحن منفوت لجوا ومنناقش، خلينا ننطر ونشوف اذا هيدا الشيء ما اذا هالضمانات هيدي ما تأمنت رح يكون لنا موقف منه. يعني لحدية هلا وانا عم بحاورك والمعلومات من الوزراء المشاركين باللجنه اللي عم تصيغ البيان انه لقيوا الفورمول، طبعا الرئيس بري والوزير علي حسن خليل وربما النائب ولي جملاط، حق لبنان في مقاومه اسرائيل بكل الوسائل المتاحه طبعا في اطار مرجعيه الدوله، يعني لعب على الكلام بس ما في عباره واضحه اللي هي اعتماد اعلان بعبده. اذا تم التوصل الى هذه النتيجه ويبدو انه يوم غد الاجتماع شو بتعملوا؟ في نقطتين، في نقطه تتعلق بالمقاومه بعبارة المقاومة إذا فينا نقول، وفي نقطة تتعلق بإعلان بعبدا. النقطتين هن بيتكاملوا مع بعضهم، مش إنه أو، هي و المقاومة وبيان بعبدا، مش الوحدة أو الثانية. هاي أول نقطة. ما فهمت، بدك إعلان بعبدا والمقاومة؟ إيه. لا قصدي إنه الشرط يلي بيتعلق بالمقاومة إنه ما يكون في ثلاثية ويكون في إعلان بعبدا. مزبوط. هلأ بما يتعلق، طب اذا كانت هاي الصيغه اللي قلت لك اياها، بما يتعلق بالفورمول، اول شيء خلينا نعتمد فورمول نهائيه وعلى اساس نحكم، لانه في حتى بالنهار مطرح ما كانت مكتوبه هي، بس يعني مش صحيفه النهار بس ذكرتها الوزير علي حسن خليل من انه هو اللي قالها من ليلتين عقب انتهاء الاجتماع، بس بعد ما في صيغه واضحه. على اساس الصيغه الواضحه، واساسا كمان علي حسن خليل قال انه بدنا ننطر انه حزب الله يرجع وياخذ موافقه القياده تبعه ليكون في قرار نهار الاثنين. خلينا ننطر ونشوف، ما بدي علق على ولا صيغ. خلينا ننطر ونشوف الصيغه النهائيه يلي على اساسها الحكومة رح تجلس أمام النواب. حضرتك عم تقول رح ننطر الصيغة النهائية، بس عم تقول إذا ما كان في هذه الشروط، إذا ما التزموا فيها رح يكون لنا موقف. شو ممكن يكون الموقف؟ الوزير بطرس حرب قال صراحة للأم تي في إنه إذا ذكرت الثلاثية أنا بستقيل كوزير هو. ما بعرف حزب الكتائب مع الوزراء، خلينا ننطر ونشوف. ما في قرار بعد لهلأ؟ بعد ما في قرار، يعني حسب كيف بدها تكون الفورميول وحسب. خلينا ننطر ونشوف. بفتكر الأمور، شو اللي بيضمن لنا أنه كمان كحزب كتائب ما تسجلوا تنازلات؟ يعني مش بس تيار المستقبل قدم تنازلات، بمشاركتكم بالحكومة كمان قدمتوا تنازلات. هيدا أمر مرفوض كليا، لأنه يعني التنازل كان فقط بالمشاركة على طاولة مع حزب الله، هيدا التنازل يمكن الوحيد. ولكن إذا في من شروط أخرى تتعلق بأمور مبدئية كما وجود حزب الله بسوريا أو محاربة حزب الله بسوريا وتشريع مرة أخرى لمبدأ مقاومة حزب الله، هيدا الأمر نحن بنرفض. ممكن تحجبوا الثقة عن الحكومة؟ حضرتك يا كنائب، خلينا ننطر. أنت كنائب، كل الأمور واردة، كل الأمور واردة، وخلي كل شيء يصير بوقته. فينا نعتبر أنه القوات اللبنانية هي الوحيدة اللي ضلت على المبدأ ولم تخن جمهورها بوقت باقي أطراف 14 أدار وعدوا جمهورهم بكتير أشياء وخزلوه وخنوه؟ لكن ما رح جاوب مباشر، ولكن انا بلاقي ولكن انا بلاقي من الضروري انه القيادات توضح لجمهور الشيء اللي عم بيصير معه. يعني صار في كتير لقاءات نفيت ومن ثم تبينت انه كانت صارت. في كتير امور صارت بالمخفي، في كتير امور صارت تحت الطاوله. جمهور 14 اذار مستاء، جمهور 14 أذار مش عم بحكي بس الكتائبيين أو القوتيين أو يمكن طيار المستقبل، عم بحكي عامة شعب 14 أذار مستاء من هيدا طريقة التصرف أو التعاطي معه ومع المبادئ والقيم يلي كنا حاملينهم موحدين كلنا مع بعضنا ضمن 14 أذار. هيدا الشيء كله ناتج من الإخفاء يلي صار بكل طريقة التعاطي بالأمور. أنا هيدا الأمر رافضه. بس أنت وين دورك؟ يعني ما أنت كمان جزء من 14 أذار وفي جمهور. أنا جزء من 14 أذار، جمهور بأيدك أنا جزء من 14 أذار، وأنا بجرب قد ما بقدر كمان حافظ على مبادئ 14 أذار وحافظ على مبادئ هيدا الجمهور يلي على أساسهم انتخبت ويلي على أساسهم وعدتهم أنه ما ممكن زيح. وأنا اليوم ما بقبل أنه من بعد 11 سنة تعطيل للحكومة، ما بقبل أنه نوصل إلى صيغة هيك يلا في مثل عصا سحري تعطى نجتمع كلنا ونقعد وما حدا فهم ليش وما حدا فهم كيف، وعلما علما علما وبرجع بأكد أنه ما في اتفاق على رئاسة الجمهورية. أنا كنت بعد بتمنى نقعد بلا حكومة شهر
ونوصل الى انتخابات رئاسة الجمهورية من ما نقعد بحكومة كلنا مع كلنا سوا، ما بعرف كيف رح نقعد يعني فيها، ولكن نوصل الى فراغ رئاسي بعد شهرين، لانه هيدا اللي رح يصير. خايف انه يكون في فراغ او صفقه مثلا بالرئاسه، يصير في اختيار رئيس غير مرضى عنه من جميع المسيحيين، بتشعر انه خليني ممكن نوصل لهالمحل؟ خليني اقول ان شاء الله يصير في انتخاب رئيس جمهوريه، لا ان شاء الله يصير في انتخاب. هلا ما بيكون لمصلحتنا أكيد بتضايق وبزعل، ولكن إذا تم انتخاب رئيس لمصلحتنا أكيد بكون مبسوط وبفتخر. ممكن نوصل يعني، مش ممكن، الرئيس سعد الحريري قال رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية، يعني عطول عم نروح على التوافق. هل هو البلد يتطلب هيك أو هو مزيد من التنازل من قبل 14 أذار أو بخيروكم بين الفراغ والرئيس التوافقي؟ أول شيء خلينا نتفق انه ضمن 14 اذار لازم يكون لنا مرشح موحد ومرشح كلنا متفقين عليه، تيار المستقبل، الكتائب اللبنانيه. مين المرشح له اكثر؟ الرئيس امين جميل، الدكتور سمير جعجع، نائب بطرس. كل واحد له حظوظ نجاح، ما عم بحكي هون بالاشخاص، كل واحد له حظوظ نجاح، بدنا نكون واقفين كلنا سوا الى جانبه لنربح الانتخابات ولا نوصل مرشحنا الى رئاسة الجمهورية. وسط التنافس الشرعي بين الحزبين الكتائب والقوات، علينا انه نحن خاصة بين الكتائب والقوات يكون في اتفاق حقيقي لوصول المرشح الافضل، يعني الافضل تقول افضل، خليني اكون دقيق بكلامي، للمرشح اللي عنده حظوظ اكثر بالنجاح. يمكن يكون شخص كتائبي، يمكن يكون شخص قواتي، يمكن يكون شخص ثالث، الاثنين يتفقوا عليه ويكون هو المرشح يلي عنده حظوظ اكثر، يمكن مش الافضل ولكن عنده الحظوظ اكثر. مين انت بتشوف عنده حظوظ اكثر؟ بعد لهلا الاسماء انت كنائب يعني عندك كمان، انت بتختار رئيس، انت بتصوت على اسم رئيس، منك شخص عادي. انا بصوت على الشخص يلي بيتفقوا عليه 14 لو انت مش مقتنع فيه. لو ماني مقتنع فيه انا بصوت للشخص يلي هالفريق هيدا بيتفق عليه تنجيب رئيس جمهورية من لوننا، من ريحتنا، من نفسنا. اذا في صفقة كمان صايرة بين حريري وعون واتفاق انه يوصل لعماد عون الى سدة الرئاسة، بتصوت ما يتكلوا على صوتي يعني، او 14 اذار او ما في صوت للنائب؟ مش لو 14 اذار، انا بشك انه الفريق الاخر ب 14 اذار او الفريق، شيل حتى طيار المستقبل او سعد الحريري على جنب، بشك انه اليوم الكتائب اللبنانيه والقوات اللبنانيه تتفق على ميشيل عون، بشك. ومن هون بقول لك انه ما يتكلوا على صوتي. بس جاست ان كيس اتفقوا، انت ما بتصوت لهالكيس هاي؟ بشك انه يتفقوا، بس انه اذا اتفقوا ما هو عم نشك بكل شيء وعم يحصل كل شيء. لا ما بصوت، انا ما بصوت. طيب كيف نزلت عليك وقع خبريه اللقاء اللي تم بين عماد عون والرئيس سعد الحريري، ومن بعد ما صار في نفي او تكتم تما نقول نفي؟ انا دقلك شغله، انا شفت سعد الحريري بباريس من تقريبا اسبوعين وسالته عن هذا اللقاء، كان بعده يمكن نهارته او النهار اللي قبله طلع خبر بالاخبار وبهذا الاجتماع. سألته ونفالي كليا طلع خبر بجريدة الأخبار أنه سوف يلتقي. لا 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 لا، كان طلع أنه التقى بروما وتم يمكن أصدقين تم اللقاء، مش بروما صار تم اللقاء على يد شخص متمول وإلى ما هنالك أو رجل أعمال، ما بعرف شو كان شو كانت الصفة، وصار أنه حطوا حديث حتى اللقاء، فسألته عنه قال لا هيدا اللقاء ما صار أبدا. فمن هون يعني او هو ما عنده ثقة فينا تيخبرنا، او يعني نحن كمان بهيدي الطريقة حقنا نشك ببعض الامور اللي عم بتصير. يعني حاسس مش حاسس بشيء، بالنهاية حر هو يعمل اللي بده اياه. لا بالاخر هيدا في فريق سياسي اسمه 14 اذار، اكيد هو حر، بس بالاخر اذا في اليوم لقاءات مع فريق خصم سياسي بالبلد كمان من حقكم تكونوا على اطلاع. اكيد من حقنا نكون على اطلاع يعني اليوم. طيب ما تغير نهجكم تجاهه لما هو حتى القوات اللبنانيه في استياء بصفوفهم، يعني انه صار هذا اللقاء وما كانوا على علم وبلغوا حتى من العماد عون. خليني اقول لك شغله، بفتكر حتى قعدت سعد الحريري قبل ما احكي عني، انا يمكن انا حليف لسعد الحريري، ولكن القعده خاصه القعده السنيه عن سعد الحريري
مستغربة هيدا الشيء تما أقول مستاءة وأنا عم بلتقى فيهم يعني أوقات كتير عم بعمل لقاءات عديدة عم بعمل لقاءات مع أولاد طرابلس مع أولاد بيروت مع إلى ما هنالك وبقدر أكد لك أنه الجو منه مرتاح بهيدا الإطار يعني في نقاط استفهام عديدة أنه لوين رايحين شو عم بيصير ليش عم بيصير هيك وفي استياء كتير كبير ليه برأيك عمل الرئيس الحريري؟ مرجع صار في تواصل معه أو مع فريقه السياسي لما أعلن عن اللقاء؟ لا من وقتها ما رجع صار شيء يعني سمعناه بعد ببعض بعض اللقاءات الإعلامية ما بعرف قديش يعني هيدا الشيء يفهم أو يبرر الكتمان عن كل هالشيء كل هاللقاءات اللي صارت يعني ما في شيء ببرر الكتمان ما في شيء ببرر السكوت عنه او انكار انه صارت يعني كيف بتردوا على هالعمل هيدا كيف راح يكون الرد او بتضلوا عادي حلفاء وتشتغلوا بالسياسه الرد بيكون لما يعني ما بدنا نعمل ردة فعل أنانية أو ردة فعل ما بتمد بصلة لمصلحة 14 أذار كمان أبدا ولكن بفتكر في أمور لازم تنقال وأنا يعني مرت جائزة وقت رح التقى فيه إن كان بباريس أو إن شاء الله يرجع على لبنان لأنه في كمان أقوال أنه راجع قريبا على لبنان ليخوض الانتخابات الرئاسة أكيد يعني هيدا الأمور لازم تتوضح لأنه ما فينا ضمن فريق سياسي واحد يصير كل هالأمور هيدا ونكون كلنا يعني على بعد كبير جدا من الشيء اللي عم بيصير هون بتحس حالك اقرب للقوات اللبنانيه بالنهج السياسي عم نحكي بي بي بموقفها اللي اخذته مش من الحكومه من كل الامور يعني لا صراحه من يعني بحس حالي قريب من مبادئي بحس حالي قريب من القعده تبعي بحس حالي قريب من الكتائب يلي بفكروا مثلي بحس حالي في كتائب بفكروا غيرك لا في يعني اكيد انتبه بقلب العائله الوحده ممكن يكون في اراء مختلفه اليوم ايه في كتائب ما كان بدهم يفوتوا في قاعده كتائبيه كبيره ما كان بدها تفوت على الحكومه وما كان بدها اذا في من دخول على الحكومه مش بالطريقه اللي صارت مش بهالفوضى مش بهالكتمان والأسرار يلي ما حدا فهم ليش وكيف وامتين صارت أكيد نحن مبسوطين ككتائب إنه عنا ثلاث وزراء وشركين لا أكيد لا شغلة مهمة اليوم إنه الكتائب ترجع على الساحة الوزارية بهيدي الطريقة بهالفعالية هيدي بهالوزراء يلي إجوا أو بالوزارات يلي أخذناها شغلة كتير مهمة ولكن في استياء كمان ما نتخبى وراء أصبعنا في استياء كمان بمحل كتير كبير من القعدة خاصة الكتائبية إنه يا أخي ليش صار هيك ما تفسر لنا فمن هون أنا يمكن فيني أقول لك عم تسأليني وين قريب أكتر لا بقول لك أنا قريب من قناعاتي و خلينا ننطر مش هيك عم بقول لك خلينا ننطر ونشوف البيان الوزاري اذا تم هيدا الكلام والمبادئ والشرطين يلي نحن كنا متكلين عليهم او يلي كنا مراهنين عليهم يصيروا ساعتها فيني اكد لك انه بنوقف كلنا الى جانب الحكومه وبندعمها بهالفتره القصيره اللي لازم تمر او انت ما بتعطي الثقه خلينا نشوف شو بيصير على كل حال بعد الفاصل يعني رح اسالك عن الخلافات الكتائبية كمان الحزب العريق إلى أين يتجه حزب الكتائب ويعني عن الواقع الجديد بصفوف 14 أذار فصل إعلاني ونتابع نتابع الحوار مع عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل اليوم في ذكرى حزينة شخصية لألك مظبوط حزينة بفتكر كمان لأكثر من اللبنانية يعني لأنه اليوم ذكرى استشهاد أختي مايا ورفاقنا بحزب الكتائب كمان يلي استشهدت لأنه كان مستهدف بشير بوقتها من 34 سنة وأكيد يعني بفتكر سلسلة الإجرام إن كان يلي صابتنا نحن كعائلة أو إن كان يلي صابت لبنان بلشت بهيداك الزمن ومستمرة لنفس الغاية لغاية تدمير لبنان وتدمير الأشخاص يلي بيحلموا بلبنان قوي وبيحلموا بلبنان للمستقبل هل التضحيات الجسيمة اللي قدمها حزب الكتائب لا تستحق أنه يكون حزب موحد قوي؟ اليوم عم نشوف تشرذم داخل الحزب مظبوط هالكلام؟
لا ما في تشر يعني مش تشرذم، في اختلاف بوجهات النظر لدرجة في بعد، في تباعد. هل أنت بتشوف اليوم حزب الكتائب موحد مثل ما نديم جميل كان بيحب أنه يكون حزب الكتائب؟ خليني أجزئ سؤالك لجزئين، مثل ما أنا بحلم يكون حزب الكتائب، لا منه هيك. هلا هو موحد، هو اليوم يعني منه مثل لما كان كريم بكرادوني والحركة يعني الحزب قائم بالصيفة والمعارضة الكتائبية بقيادة بيير جميل، يعني عم نحكي من كم سنة. لا من يعني موحد ايه، ولكن بعد في كتير امور لازم ينعمل بداخله لنرجع ننمي فيه ونقدم نموذج حقيقي للبنانيين بحزب حديث متطور ديمقراطي. كيف موحد وما ببلغوك عن الخطوات السياسية اللي عم بيقوموا فيها؟ انت عم تقول في كتير مفاوضات صارت، وانتو يعني عم تقول عنا استياء شوي من طريقة المشاركة بالحكومة، في اشياء ما عرفناها، ما عرفتوها كجزء من جزء اساسي من حزب الكتائب، يعني حضرتك نايب ووالدك الله يرحمه كان رئيس جمهورية، يعني مش انه عنصر عادي بالحزب، وفي اشياء صارت بلا ما يبلغوك او يستشيروك. لا انا في كتير امور عم بتصير بالحزب بلا ما يستشيروا حدا. مين حق يعني عمين؟ مين اللي مقرر هيك يصير؟ مش ما بفتكر في قرار، بفتكر في طريقة عمل معينة صارت بآخر فترة. يعني خلق في مثل مكنة ماشية بدون هذا الشيء. من هون أنا اليوم بعتبر أنه من الضرورة نخلق مشاركة حقيقية بأي حزب، مش بس بالكتائب، بأي حزب ولكن خاصة بحزب الكتائب من الضرورة يكون في مشاركة حقيقية، وهيدي المشاركة بتأدي إلى التزام أكثر وأكثر بالحزب والعمل الفاعل، وهيدا الشيء بيأدي أكثر وأكثر كمان لالتزام أعداد كبيرة أكثر بالحزب. يعني اليوم وقت بنحكي عن حزب هي بداية أو هي الحلقة الأولى من الديمقراطية في الحياة السياسية بلبنان. يعني ببلش واحد يمارس حياته بالقسم، بيرجع بالإقليم، بيرجع بالمكتب السياسي، بيرجع بالوزارة وإلى ما هنالك. هيدا الشيء لما اليوم نخلق شراكة بالقرار بالتفاهم على عدة أمور، ساعتها بتكون المكنة الحزبية سلسلة أكتر وناشطة أكتر وقادرة تعبي طموحات، مش رح أقلك الكثير، بتقدر تعبي طموحات كل الحزبيين. لأنه اليوم في بعض الأشخاص بيعتبروا حالهم أنه مثل ما كنت عم بقول قبل أنه مش راضين على هيدا القرار، بيروحوا بيقعدوا ببيتهم. في بعض الأشخاص بيعتبروا أنه هن معينين صفة، أنه لا هن لازم يعملوا، بكرة بيتغيروا بيرجعوا بيروحوا بيقعدوا ببيتهم. هيدي الطريقة مش الطريقة السليمة. نحن اليوم اللي أنا تطلعاتي لحزب الكتائب خاصة هو أنه يكون حزب فاعل، حزب بيقدر يستقطب أكبر عدد ممكن من الناشطين، من الحزبيين، من الفاعلين بالحزب، يكون عندهم رأيهم ويقدروا هن. شو اللي عم يمنع أنك توصل لهون؟ شركة. شو اللي عم يمنع أنه يوصل لهون حزب الكتائب؟ هل يعني إشكالات بينك وبين النائب سامي الجميل، أو الاختلاف بوجهات النظر، هل هيدا اللي عم يمنع أنه حزب الكتائب يتطور؟ لا ما بالعكس، أنا برأيي اليوم هيدا النوع من التنافس، ما أقول المواجهة، لا هو نوع من التنافس، هو بالعكس بيخلق نبض معين بالحزب بالأحزاب وخاصة بحزب الكتائب، لواحد يقدر يحس انه بيقدر يتقدم داخل الحزب. برأيك يعني اليوم صحيح ما فينا اليوم نكب شعارات بالسوق انه نحن اليوم بدنا الديمقراطية وبدنا التداول بالسلطة وبدنا بالسياسة انه بدنا بلد ديمقراطي وبدنا مدري شو، بالحزب ما نكون عم نمارس هيدا الشيء. يعني اليوم بس يتخطط شوي الديمقراطية، يعني صار في اشكال باقليم الرمال، حضرتك كنت جامع شباب كتائبيين من كم يوم وعم تحكي بالاخر، يعني صار في اشكال يمكن مش كل الناس على علم ونحلت بطريقة ما، لكن هيدا ما بينم عن ديمقراطية، هيدا عن تنافس شرس لدرجة. اول شيء بعد المرحلة، تاني شيء مشكل الرمال هو عنوان قلب حزب الكتائب، هو عنوان، يعني ما كان يمكن صار مشكل الرمال إذا ما كان في نوع من قرار إفرادي بالحزب بدون المشاورة. هون اللي عم بقول لك إنه نحن اليوم ما كان صار المشكل بالرمال، أو ما كان صار في عدة مشاكل لو ما صار في تشاور
وأخذ بالرأي وتداول وبدل أراء ونوصل كلنا سوا إلى أنسب شخص أو إلى أنسب قرار. خلينا بس نشرح للناس هون النائب سامي الجميل عين مسؤول بغض النظر لا للناس تفهم هل مسؤول ما كان في رضا عنه خلينا نقول أو إجماع 100% أول شيء صار في تعيين لشخص بدون ما يستشف بإقليم رميل اللي هي منطقة اعتبر أنه أنا فاعل كثير فيها صحيح منطقة الأشرفية بدون منطقة الأشرفية بدون مشاورتي بدون ما يسألوني بدون ما حتى يعلموني أنه هيدا الشيء رح يتم وفجأة بين ليلة وضحاها نايم رئيس الإقليم السابق وعي بلغوا أنه منه رئيس إقليم فهيدي الطريقة أكيد يعني أنا استأت من هيدا الموضوع وما قبلته مثل كتار من الكتائبيين برميل يلي ما رضيوا على هيدا الشيء انه بلا معرفتهم في اصول وفي اصول بالحزب من المشوره من اخذ الراي الاعضاء القسم الى ما هنالك يلي بخلي يتفاعل اكثر واكثر الاقليم لكن هيدا الشيء ما صار هيدا بالعنوان انا عم اقول لك مشكل رميل منه الا مشكل هو تفصيل بس بيعبر عن تفصيل ببرهن بطريقة أخذ القرار بالحزب يلي أنا بنظري لازم تتطور كل ما اليوم لازم تتصحح إذا في قرار شخصي أو فردي بدون استشارة يمكن المكتب السياسي لازم تتصحح لنكون فعلا شركة بالقرار لما بنكون شركة بالقرار بيكون في ديمقراطية أكتر وبيكون في التزام أكتر بالقرارات اللي بتطلع وبيكون الأهم بيكون في تبادل رأي وكل واحد بيقدر يوصل صوته وهيدي أهمية اليوم أو هيدي النظرة يلي أنا بتمنيها للحزب الكتائب وبخلي كل العالم ساعتها يكونوا شركة بقرارات حزب في الكتائب في عمل لتوصل لهالتوجه اللي حضرتك عم تقوله أو أكيد. حس فيه محاولة لإقصاء نديم جميل عن منطقة بيروت ربما أنا بالنسبة لي ما في يعني يمكن بعض الأشخاص بدهم يجربوا أو هيدا ما بعرف ولكن أنا بالنسبة لي إيماني مرسخ بهذا الحزب أنا اليوم انتسبت له بال2005 بكل قناعة أنه هذا الحزب بيعبر عن طموحاته التاريخية والمستقبلية بيقدر يعطي فسحة أمل للأجيال الطالعة وبيقدر أهم شيء يستوعب كل الأشخاص ونحن نستوعب كل الأشخاص يلي بيستمدوا قوتهم من القعدة الكتائبية ويكون فعلا في يعني مثل ما كان أيام الشيخ فيار أنا هيدا حلمي يرجع حزب الكتائب نوع من فيدراتور يعني جامع لكل الكوى يلي موجودة على الأطراف يلي عملت شغلة بالقسم وبالإقليم ورجعت هي برزت نحن نتبنيها وتكون هي الفعلة بالمناطق هيدا حلمي أنا اليوم كحزب كتائب كيف يتحقق حلمك اليوم يعني في شخص مختلف اليوم فاعل يلي هو خلي كل واحد هو شطارته يمكن أنا تأخرت لأبدأ بهذا المشروع يمكن أنا بمحل معين حبيت ركز بالأشرفية اليوم بتصور أنه العملية ما بتتعلق بشخص يمكن أنا أكيد أنه يمكن سامي جميل بمحل معين حلمه كمان قريب جدا على حلمي كل واحد عنده طريقته بالتعاطي كل واحد عنده الوسائل تبعه ولكن سوا أنا أكيد أنه فينا نحط إيدنا بإيد بعضنا لنوصل لهيدا الشيء ما معناته أنه ما رح يكون في تنافس بيكون في هو برأيي أنا برأيي بس بالنهاية الطريق عريضة جدا في واحد يسوق على اليمين بيقدر واحد يسوق على الشمال بيقدر واحد يسوق على 180 بيقدر واحد يسوق 60 المهم نوصل إلى الهدف تبعنا وإلى نتيجتنا تنافس حلو بس اليوم عم نحكي بحزب الكتائب في أكثر من تنافس يعني يمكن العناوين الكبرى انتم مع بعض بس بالاخر بالاداء في اكثر من تنافس في مشكلات عم تحصل مشان هيك انا برايي نظام الحزب هو اللي لازم يبد بكل هذا الشيء ومكتوبين كلهم هول بنظام الحزب يلي هو لازم يكون وخاصه هون 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 بقول شغله اساسيه انه رئيس الحزب هو اليوم اللي لازم يكون قائم على كل التقارب كل الكتائبيين من بعضهم مش بس بيني وبين سامي يعني اليوم في مثل المشكل يلي صار يمكن معي في أمور عديدة بتحصل بالحزب والرئيس جميل بيتدخل دايما ليجرب يقرب وجهات النظر مع يمكن بين سامر سعادة وإلي ماروني بين فادي الهبر والأمين العام بين إلى ما هنالك يعني
أو حتى بين رؤساء أقاليم، كله هيدا بيصير ولازم يكون كله ضمن إطار نظام داخلي وضمن إطار تقارب بالفعل وبالأعمال داخل حزب الكتائب. هل تؤيد كل الخطوات اللي بيقوم فيها رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل؟ بالأمس تناقلت مش وسائل الإعلام، يعني أعطى حديث هو لقناة الكوثر للفضائية الإيرانية، بيقول في كلام هو بعدين بيقول مجتزأ، ولكن من هالكلام أنه الإدارات الأمريكية كانت على الدوام تسعى للسيطرة على المنطقة وشعوبها، وهو تماما ما يحصل اليوم بالمنطقة وفي سوريا، والمستفيد هو إسرائيل. يعني بتأيد كل التصريحات لرئيس أمين جميل؟ بتأيد هيدا التصريح اللي قاله؟ أول شيء بفتكر أنه هيدا التصريح تكذب بوسائل الإعلام الكتائبية وخاصة على ويب سايت الكتائب، ونفي أنه تم هذا الحديث جملة وتفصيلا إذا مني غلطان. فما بعرف إذا فيني علق على هيك كلام يعني، بس يعني أنا بشك أنه الرئيس جميل يكون عاطي هيك تصريح. شو مصلحتهم الوسائل الإعلام الإيرانية مثلا أنه تحور كلام لشخص ما عندي صراحة، مني مطلع على التصريح، ولكن طلعت انه صار في نفي من قبل جهاز الإعلامي للحزب انه هذا التصريح ما تم، يمكن لانه صار في ردة فعل شوي مستغرب هالكلام. صار في صراحة هو الكلام مستغرب، بس انا بستغرب بعد اكثر انه يكون عاطي هيك كلام، وخاصة أنه طلع تصريح بهذا الإطار، بفضل ما علق بهذا الوقت يعني بدون ما يكون عندي كل المعطيات. بوقت بنسمع معظم الشخصيات بحزب الكتائب، رئيس ونواب ووزراء وشخصيات بالمكتب السياسي، بتنتقد حزب الله ودوره وبتقول أنه هو امتداد لولاية الفقيه. يستقبل الرئيس الجميل السفير الإيراني غضنفر فالركن أبادي، وصار في ما بقى، هل هو طموح لرئاسة الجمهورية أو هو إعادة تطبيع للعلاقات، أو بتقولوا هيك المستقبل فاتحين على الفريق الشيعي، أو يعني شو التبريرات؟ كيف؟ ما بفتكر في تبريرات اليوم. أنا أول شيء في فرق اليوم بين يعني في أنا بنظري خاصة في فرق بين دولة إيران وأتباعها في الداخل اللبناني. يعني اليوم في يكون في علاقات قائمه او بعد التواصل بيننا وبين يعني خاصه بين فخامه الرئيس والسفير الايراني، ولكن اليوم هذا ما معناته انه الخلاف يلي قائم بيننا وبين حزب الله مرتبط بهيدا الشيء. يعني انتم بتتهمون انه هن بمولوا الحزب، وطبعا الحزب متهم بالقيام بعمليات اغتيال بامور امنيه، ما بترضوا عنا يعني عمليا انتم عم تستقبلوا ممول الحزب الذي يقوم باغتيالات يعني بحسب ما انتم بتقولوا. اي بس هو مش بس يعني اذا بدنا نروح لهون، مش بس الممول، ولكن اليوم الدوله الايرانيه شيء وحزب الله شيء، وعلى كل يعني انه الرئيس جميل خاصه الرئيس جميل معروف دائما اليد الممدوده والانفتاح تبعه، وهذا شيء هو يعني العلاقات الخارجيه ضمن الحزب هو بقرره. انت موافق على هالشيء؟ يعني طبعا هو بيقرر بالاخر، هو رئيس جمهوري سابق رئيس الحزب، اذا هيدا الشيء بيقدر بمد بصله لمصلحه معينه داخل الحزب وللبنان. انت يعني بتشوف في مصلحه يعني عمليا؟ مشان هيك بصير في تنازلات من 14 اذار، كل شيء بيربطوه بمصلحه البلد، بتصيروا تقدموا تنازل ورا تنازل ورا تنازل. انت مع يعني بتلاقي في مصلحه من وراء هالانفتاح والتقارب، او هي عمليا مثل ما ذكرت زميلتنا محاسن بالعناوين مصلحه رئاسيه، يعني طامح للرئاسي ولازم يفتح على الكل؟ هلا انا يمكن يعني انا ما كنت عملته اوكي، بس يعني بمعرفتي بالرئيس جميل بعتبر انه هو بحب دائما ما يكسر التواصل بين كل الافرقاء ولو كانوا اخصامه. يعني هيدي سياسة انا بعرفها من زمان، كان هيك يتصرف وهيك دائما يكون. هل هيدا شيء لمصلحه البلد؟ بدل لازم حدا يكون يمكن انا دوري شد اكثر وهو دوره يكون لين اكثر او يكون منفتح اكثر. هيدا امر كل واحد كل شخص هو. هل الرئيس جميل مرشح يعني له حظوظ لرئاسه الجمهوريه؟ من الاشخاص اللي لهم حظوظ كبيره. هلا
برجع بقول لك بموضوع الرئاسة، الشخص يلي بيتفقوا عليه 14 أذار ويلي يلي ممكن يكون عنده أكثر حظوظ هو اللي لازم يتبنى. هل رئيس جميل هو ضمن هالأشخاص؟ هو ضمن هالأشخاص. المهم أنه يتفقوا عليه كل 14 أذار، كل فريق 14 أذار. بعد معي دقيقة، هاي دقيقة رح تتحدث فيها حضرتك، تتوجه برسالة لجمهور 14 أذار اللي أو أنه ضايع أو أنه مستاء أو أنه فقد الأمل ب 14 أذار، ما بعرف إذا بعد في 14 أذار أساسا، في نعم أو لا، وشو بتقول له للجمهور؟ بقولوا للجمهور أنه لا، بعد في 14 أذار، بعد في 14 أذار يلي هو أنتو، يلي هو كل واحد منا، يلي كل واحد منا حمي حين بيحمل أو بيحلم يحمل علم اللبناني هو 14 أذار. بقول له أنه كل شيء صار، ويمكن الاستياء يلي عندكم إياه من السياسيين ناتج من إيمانكم المرسخ ومن العمق القضية تبعكم يلي مرسخة فيكم، يلي أنتو كل ما واحد يتنازل شوي بتحسوا انه عم بيشيل شيء منكم. هيدا برهان انه 14 أذار بعدها موجودة، وهيدا برهان انه نحن يمكن قليل، وانا يمكن واحد منهم، انا بعتبر حالي جزء من هالشعب هيدا، وبعتبر حالي انه رح ضل دافع، وهيدا كان شعاري بالانتخابات، ورح يضل ثابتون يوم وغدا، ورح ضل دافع عن الثوابت تبعي، ورح ضل دافع عن المبادئ يلي هن حملوها ويلي هن حملوا فيها. 14 أذار منا لحدا، 14 أذار منا سعد الحريري، 14 أذار منا سمير جعجع، 14 أذار منا أمين جميل، 14 أذار منا نديم جميل أو بطرس حرب أو ما بعرف مين. 14 أذار هي شعب، هي قضية، هي لبنان بحد ذاته، وهو هيدا الشيء اللي نحن اليوم بدنا نحمله وطموحنا نحقق الدولة القوية اللي هن بيحلموا فيها. نائب نديم الجميل، شكرا لحضورك معنا، على أمل تحققوا الأحلام. مشاهدينا شكرا للمتابعة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك وعلى الموقع الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.